إلى الإكسبرس والحديث عن تصريحات جديدة على لسان غورباتشوف. العنوان بيقول كورس لارمومون بور غورباتشوف لوموند سو بريبار على غير. من في عيون غورباتشوف يرى أن العالم يستعد للحرب في ظل حرب جديدة تؤثر فيها السلاح النووي تحديدا. التصريحات كانت على لسان غورباتشوف، دعا فيها جميع القوى الكبرى في العالم لوقف السباق النووي للحد من خطر إثارة حرب عالمية جديدة. ميخائيل غورباتشوف قال إنه يشعر بالقلق إذا هذا الوضع الحالي واللي يعتبره وصفه بأنه خطير للغاية. الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي وجه كلامه مباشرة لرؤساء القوى العظمى الرئيس بوتين والرئيس ترامب، قائلا إنه يطلب منهم حظر الطاقة النووية لأغراض عسكرية من خلال مجلس الأمن بالأمم المتحدة.